السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المشكاة. وأستفتح فأقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عادل ممطرات، عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت في كلية الشريعة، فأهلا وسهلا. مرحبا بك وبالأخوة والأخوات، حياكم الله. اعتدنا في هذا البرنامج أن نسلط الضوء على بعض القضايا التي نسعى من ورائها إلى الارتقاء بهذه النفس حتى نكون بإذن الله تعالى في أفضل المقامات وأعلى الدرجات. وهنا حديثنا بإذن الله عن خلق ذميم ينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع فيه، ألا وهو الحسد. وقد قيل فيه: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد خلق ذميم. قيل فيها أيضا يعني: ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فعلى المسلم إذن أن يسعى جادا إلى تخليص هذه النفس من هذا الحسد وكبح جماح النفس، لئلا تسترسل في النظر إلى ما في أيدي الناس وتمني زوال هذا الخير منهم. لكن ماذا عسى أن يقول لنا الدكتور عادل في الحسد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. الحسد أخوي دكتور خالد خلق ذميم، ويقول علماء إن الحاسد فيه خبث في نفسه، ولا بد، لأن حقيقة الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره. لأن الإنسان، ما هو الحسد؟ الآن التعريف المشهور للحسد: تمني زوال النعمة عن الغير وطلبها للنفس. لا، ترى حقيقة الحسد كراهة النعمة عند الغير، هذه حقيقة الحسد. حتى لو لم يتمنى الزوال، فأنا أكره أن فلان أفضل مني، وهذه من أخطر الأمور. الله عز وجل يقول: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فحقيقة الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، كأن الإنسان يقول عياذا بالله: يا ربي لم تعدل في إعطائي فلان وعدم إعطائي. ترى هذه حقيقته، يمكن بعض الناس ما يتصور هذا الأمر. فأنت تسيء الأدب مع الله عز وجل عندما تقول لماذا. هذا ترى نسمعها كثير: ليش أنا عيالي ساخطين وأنت عيالك ناجحين؟ ليش أنا بيتي في المنطقة الفلانية وهذا بيت المنطقة الفلانية؟ ليش هذا عنده شهادة عليا وأنا ما عندي ولا شهادة؟ ليش هذا فلوس؟ ليش ليش ليش؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من الملك المدبر؟ أليس هو الله عز وجل؟ من موزع الأرزاق؟ أليس هو الله عز وجل؟ الله عز وجل يقدر أن هذا الفقير لا يصلح إلا أن يكون فقيرا، وأن هذا الغني لا يصلح إلا أن يكون غنيا. وهذه قضية مهمة، مو شرط كل واحد لازم يصير غني، ما يمكن. الأغنياء قدر الله لهم الغنى، والفقراء قدر الله لهم الفقر. الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور الأغنياء أخذوا أجر أكثر منا. قال: لماذا؟ قال: يصومون كما نصوم، ويصلون كما نصوم، كما نصلي، ويصلون كما نصلي، ويتصدقون بفضل أموالهم. عندهم فلوس، إحنا ما عندنا. فقال: ألا أخبركم بأمر تسبقونه بهم؟ قالوا: ماذا يا رسول؟ قال: تسبحون الله 33 بعد كل صلاة،
وتحمدونه 33 وتكبرونه 33 او 34 كما في الروايات تسبقونه فرح الفقراء. نعم. ثاني يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم حزينين، قال يا رسول الله سمع الاغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم. لما وصل الى قضيه الرزق كانه يقول لا تعترضوا. نعم. فان موزع الارزاق هو الله عز وجل وله حكمه في اعطائهم، ورضوا بذلك لانهم كانوا مؤمنين. نعم. رضوا واستسلموا لامر الله سبحانه وتعالى. نعم. سبحان الله العظيم. هنا قضيه يعني بودنا ان نسلط الضوء عليها، وهي قضيه ان الحسد ليس قاصرا على المال. يعني مرات يظن بعض الناس ان الحسد فقط اذا كان عنده مال يحسد على ماله، او يحسد على سيارته او على زوجه حسناء او على منصب او على شهاده. نعم قد يكون الحسد يقع في هذه الاشياء، لكن ايضا قد يحسده احيانا على امور اخرى مثل يعني محبه الناس له، قد يحسده على ما اتاه الله من العلم، قد يحسد في أشياء مثل هذه. فما هو الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ ولكن قد يكون هذا الحديث إن شاء الله بعد الفاصل. هنا نتوقف لنأخذ هذا الفاصل ثم نواصل. قد عدنا من جديد ونرحب مرة ثانية بفضيلة الأستاذ دكتور عادل انطيرات لنواصل الحديث عن الحسد وضرره وكيف يتخلص منه الإنسان. ذكرنا قبل الفاصل أن الحسد ليس قاصرا على المادة، سواء في مال أو في جاه منصب أمور دنيوية، بل قد يكون على العلم الذي حباه الله هذا الإنسان أو أعطاه إياه، كما يعني ذكر او يعني ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد، قال انه احيانا يكون في مجلس فيستطال في عرض اخيك فتسكت عنه، ما تتكلم ما تدافع، يعني يكون الحامل لهذا الانسان على السكوت هو الحسد، فينتصف منه ويقتص منه أنه يكون في مجلس ينال منه فلا يجد من يدافع عنه. إذن هذا الباعث لسكوت هذا الإنسان عن الدفاع عن أخيه الحسد، وربما لا يشعر لأن الحسد تملكه. المثل العام دكتور خالد أن يحسدون الفقير على موت الجمعة. نعم. يعني عندنا نقول مات فقير يوم الجمعة، الله مات يوم الجمعة، سبحان الله، فيحسدون يعني على كل شيء يكون الحسد. على كل شيء الحسد، يعني الناس أو بعض الناس، أنا ما أقول بعض الناس، يحسد على أي شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على قضية العين، العين لأنها نوع من الحسد من الإنسان، وأنها حق. نعم. حق العين حق، وقال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. نعم. يعني يقول تبارك الله تبارك الرحمن، يقول اللهم بارك. نعم. اللهم بارك، لان دكتور خالد يمكن تبارك الرحمن يمكن الله اعلم انه خطا، لان تبارك هو تعاظم الدعاء، نقول اللهم بارك. نعم. يعني اللهم بارك ما شاء الله لا قوه الا بالله. نعم. فكثير من الناس مباشره يعني يحسد ويعين، يعني يضرب بالعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. فالحسد قد يكون في المال والماده، وقد يكون في اي شيء. نعم. تفضل. ليش هذا اكثر مني مال، اكثر مني منصب، ليش يحبون الناس ما يحبوني؟ يا اخي انظر في نفسك. نعم. يعني انت ليش تنظر انظر في نفسك، ليش هو محبوب وانا مو محبوب؟ فالخطا ان الانسان ينظر الى الناس ولا ينظر الى نفسه. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. التطلع الى ما في ايدي الناس ينسي الانسان نفسه، التطلع في عيوب الناس ينسي الإنسان عيوب نفسه، التطلع في تقصير الناس ينسي الناس تقصير نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم،
أو أهلكهم، يعني أهلكهم بهذا الكلام أو أهلكهم، يعني هو أكثر واحد، هو اللي هالك أكثر وهو اللي هالك قبلهم. فليش نحن دائما ننظر إلى الناس؟ يا أخي انظر في نفسك، انظر في تقصيرك، انظر في حق الله عز وجل عليك، انظر كيف تشكر نعمة الله عز وجل عليك، ولا تنظر إلى عيوب الناس. الذي ينظر إلى عيوب الناس أو إلى كمال الناس سينسى عيوب نفسه وسيشعر بأن ليس عنده شيء، مع أن الله عز وجل قد أكرمه بصنوف النعم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فليش إحنا دائما نطالع الناس؟ هذه قضية مهمة لك يا خالد. هذا كذا هذا كذا هذا كذا، فننسى إيش؟ ننسى النعمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من فضل عليه بالمال والجاه، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى من هو أسفل منه. نعم. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليك. عند بيت لا بأس فيه، فيمشي في السيارة ويدخل إلى منطقة بيوتها مثلا قصور، والله هذا قصر، ينسى نعمة الله عليه. نعم. بينما لو تفكر في من ليس عنده بيت أو بيته، الحمد لله. نعم. أو بيته يعني في 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 بعض البلاد كوخ مثلا أو عشة، يحمد الله عز وجل. فقال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من أعلى منكم. في أمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك حتى تعرف قدر نعمة الله. في أمور الآخرة انظر إلى من هو أسفل منك حتى تكون لك همة عالية في طاعة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذن الحسد شأنه خطير، يحمل النفوس على الخبث وعلى يعني النيل من الآخرين. لذلك الإنسان يحذر كل الحذر من أن يصاب بمثل هذا الأمر. بعدين الحاسد دكتور خالد يشعر بضيق نفس وقهر، يعني كما قيل في المثل، ذكرني دكتور خالد، إن 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 الحاسد يعني يحترق من الداخل. يقولون في الحسد كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نعم. كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. احذر كيد الحسود. إيه؟ فإن اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ولذلك ابن القيم لما ذكر شرح حاسد من الحسد العلاج، قال: من العلاج أن تنصرف عن لا تفكر في الحاسد. علاج المحسود لا تفكر فيه نهائيا، لانك اذا فكر فيه تتعب. نعم. بعض الناس يقول: ليش انا سويت؟ ليش حاسدني؟ انا كذا. لا، من العلاج ان تنصرف بالكليه عن الحاسد تماما. نعم. وان تلتجئ الى رب العالمين وان تتفرغ لنفسك وطاعه الله عز وجل. نعم. اما اذا تفرغت الحاسد تتعب. نعم. تتعب كثيرا. والواجب ان يفرح الانسان عندما يرى اخوانه لهم محبه ولهم قبول، وبالعكس هذا يدل على انك احسنت الاختيار. أن هذا الأخ الذي صاحبته يعني محبوب وكذا، هذا يدل على حسن اختيارك. لكن إن كان صاحبك منبوذا والناس تكرهه، فمعناه عدل وصحح اختيارك. هنا أدركنا الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر. إلى ذلك الحين استودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.